ميدل 2. اهلا بيكم في حصه المراجعه الاخيره قبل الامتحان، علشان بس نلم حاجات بسيطه كده في المنهج. بص بقى، اولا بالنسبه للناس اللي بتاخد مستوى رفيع او انجليزي اضافي، ايا كان بقى منهجك لينك تو ذا ماكس اي حاجه، الفوكاب بتاع منهج الاو ليفل اللي هو نيو هالو مش هيبقى فيه اي مشكله بالنسبه لك. يعني الفوكاب هيبقى كلمات عاديه بالنسبه لك او انت اكيد شفتها قبل كده. في بقى حاجات تكات كده في المنهج رخمه ممكن الطالب يقع فيها. يعني من الاخر كده انا بدي لك المعلومه اللي هو ايه، حد يقول لي كلمتين قبل ما ادخل الامتحان، هما دول الكلمتين. بص يا سيدي، ايه هي المشاكل اللي ممكن تواجهني وانا بلم المنهج بسرعه؟ اولا البريبوزيشنز، حروف الجر. عندي مشكله، اول مشكله عندي بتسال فيها المواصلات. المواصلات في الانجليش اصلا بتاخد كلمه باي، بتاخد كلمه ايه؟ باي. انت بتقول باي كار، باي باص، باي تاكسي، باي ترين، بتقول كلمه باي عموما، تمام؟ باي دي بتيجي مع اي وسائل المواصلات؟ باي كار، باي باص، باي تاكسي، باي ترين، خلاص، باي بلين. اوكي، كل دي وسائل مواصلات. طيب يعني معنى كده ان كل واحد بياخد باي؟ ايه الجمله المعتاده اللي انت عارفها؟ اي جو تو سكول باي باص، اهي باي. الجمله اللي انت واخدها من سنه اولى ابتدائي، هاو دو يو جو تو سكول، اي جو تو سكول باي باص، انت حافظ الجمله دي. طيب امال فين المشكله؟ قالك المشكله لما بيجي لي كلمه قبل وسائل المواصلات. يعني ايه؟ يعني ما بيجيبليش وسائل المواصلات على طول. بص كده، لاحظ معايا كده في الاكزامبل هنا، هل في اي حاجه فارقه بين باي وباص؟ في اي حاجه هنا؟ مفيش، جات لي وسيله المواصلات على طول فاديتها باي. يعني ايه حاجه فارقه؟ يعني ايه ميس حاجه فارقه؟ يعني اللي انت بتقوليه ده. هقول لو انا كتبت لك نفس الجمله دي وقلت لك اي جو تو سكول دوتس ذا باص، طبعا الدوتس دي انت هيبقى عندك اختيارات ليها تحت، ان واون وباي وكده. هنا انت جات لك كلمه فرقت بين الاختيار اللي انا عايزاه ووسيله المواصلات اللي هي كلمه ذا. بس كلمه ذا دي عاديه في الانجليزي، احنا بنستخدمها كتير. ولو ما جاتلكش وسيله المواصلات على طول، جالك كلمه فارقه بين حرف الجر اللي انا عايزاه البريبوزيشن ووسيله المواصلات، طب وده هيغير حاجه من الاجابه؟ ده هيغير كتير. في حاله ان في كلمه فرقت بين حرف الجر ووسيله المواصلات، قاعده باي كده باظت، ما تنفعش. امال اعمل ايه؟ قال لك بنقسم حبه مواصلات بتاخد ان وحبه بياخدوا اون. طب انا اعرف منين؟ شوف يا سيدي، الكار مثلا بتاخد ان، الباص بياخد اون، التاكسي بياخد ان، والترين والبلين بياخدوا اون. ايه ده؟ ايه ده؟ طب ليه يا مس؟ ليه يعني الكار ان والباص اون والترين اون والتاكسي؟ ليه التقسيمه دي اتبنت على اساس ايه؟ عشان ما تبقاش حافظ مش فاهم. وسيله المواصلات اللي ينفع تقف فيها وهي ماشيه، تقف يعني ايه؟ تفرد طولك، تقف كده، تبقى فارد طولك، واقف على رجليك، وهي ماشيه ووسيله المواصلات ماشيه، بديها اون. انما وسيله المواصلات ايا كانت بقى، ان شاء الله تكون مثلا كانو، انت عارف الكانو دي اللي هو القارب الصغير ده اللي الناس بتعدي فيه من مكان لمكان، اي وسيله مواصلات ما ينفعش تقف فيها وتفرد طولك كده وهي ماشيه، بتاخد ان. عشان كده الكار بتاخد ان، انت ما ينفعش تقف والكار ماشيه، لازم العربيه تركن على جنب وانت تفتح الباب وتنزل وتفرد طولك تقف. نفس الكلام بالنسبه للتاكسي، نفس الكلام بالنسبه مثلا لكانون، خلاص. اوكي، طب تعالى كده عند الباص، اصلا في ناس في الاتوبيس بتفضل واقفه، الترين في ناس بتقف، انت ممكن تقوم من كرسيك في القطر، لو انت راكب قطر تقوم من الكرسي مثلا تروح لحد اخر القطر وترجع، تروح التواليت وترجع، ما انت قمت اهو، ما انت فردت طولك اهو. والبلين نفس الكلام زي القطر، نفس النظريه. فاذا وسائل المواصلات اللي ينفع افرد طولي فيها بتاخد اون، اللي ما ينفعش اعرف افرد طولي فيها هي بتاخد ان، اللي انت اللي بتضطرك ان انت تفضل قاعد. الكلام ده ازاي؟ ووسيله المواصلات ماشيه بتتحرك، يعني اثناء حركه وسيله المواصلات. عشان كده بقول لك قاعده باي في الحلقه، في حاله ان انا جبت لك كلمه بين وسيله المواصلات والنقط او البريبوزيشن، قاعده باي باظت. يعني مثلا شايف الجمله دي؟ احنا فوق قلناها باي باص، هنا لما جبت لك ذا
لا خلاص كده باي باظت. امال اعمل ايه؟ باص ينفع اقف فيها؟ اه ينفع اقف في الباص. يبقى هنا الحل قلنا تمام. طب اكزامبل تاني معلش عشان افهم. حاضر. she comes to work dots a taxi. يعني ميس اكيد باي. لا مش باي يا ميس، ما هو تاكسي. اه بس مش جاي بعد النقط على طول. ايوه يا ميس بس ده حرف الايه يعني، ده حرف، ده مش كلمه حتى، ده حرف. حرف ولو قاعده باي باظت يعني ما ينفعش اكتب هنا باي. لا ما ينفعش. ولو جات لك في اختيارات تحت اي بي سي دي وجات لك فيهم باي اوعى تختار باي، اوعى. امال اختار ايه؟ اين ام. خلاص كده دي بوظت القاعده. الكلام ده لو كنت عارف من غير اي دي كانت الجمله تتحل باي تبقى صح، بس دي بوظت لي القاعده. فهحل اين وان. طب التاكسي ينفع اقف فيه وهي ماشيه؟ لا طبعا محدش بيقف في التاكسي، التاكسي نفس فكره الكار، فاكيد هتتحل اين. ادي اول مشكله بتواجهني في المنهج، مشكله وسائل المواصلات. ايه تاني؟ عندي حرف الجر اون في مشكله. ايه هي؟ هنشرحها بسرعه. اون دي اساسا بتقف قبل الايام في الانجليش. فانت مثلا بتقول ايه؟ اون موندي، اون تيوزداي، اون وينزداي، ولكن at the weekend، مع ان الويك اند ده اجازه اخر الاسبوع اللي هي الجمعه والسبت. طب ما هم يومين برضو. لا بتاخد at. طيب ماشي، ايه بقى مشكله اون؟ مشكله اون في الجزء اللي انا هكتبه ده هو ان انت بتقارنه او بتترجمه في دماغك بالعربي. ايه هو؟ لو قلت لك جدي قاعد بيسمع اغنيه في الراديو، بص انا قلت ايه؟ في الراديو. انا بشوف فيلم في التلفزيون تمام؟ في التلفزيون. انا قلت لك ايه؟ في. بالانجلش كل وسائل التكنولوجيا بتاخد اون، مفيش ان. انت عارف انت لو قلت ان تي في يبقى معناها ايه؟ معناها ان انت فتحت التلفزيون كجهاز كبوكس كده، شلت المسامير وبصيت جواه بقى عند السلوك والمذر بورد ومش عارفه كارت الشاشه وايه هو ده ان تي في. فاوعى تترجم الجزء ده بالعربي وتقول ايه؟ انا شفت فيلم في التلفزيون. اه في الامتحان يبقى ان تي في. اه جدي سمع اغنيه في الراديو. اه يبقى في الامتحان ان ذا راديو. غلط. اون. وسائل التكنولوجيا بتاخد اون. خلي بالك دي تاني تكه في المنهج عندي. اون تي في، اون ذا راديو، اون ذا انترنت تمام؟ اون تي في، اون ذا راديو، اون ذا انترنت. خلي بالك تمام؟ ادي تاني تكايه في المنهج. طب عندي ايه تاني مشكله؟ شوف يا سيدي عندي جزئين لازم تعرفهم. ليه؟ اولا في جميع اليونتات تقريبا ثلاث اربع يونتات من السته اللي علينا عدت لي كلمة popular. popular يعني مشهور، حاجة مشهورة، حد مشهور، مكان معروف. اعرف لي يا سنة تانية ان popular دي بتاخد حرف الجر with، وهي تساوي في الانجليش كلمة famous يعني مشهور اللي بتاخد حرف الجر for. بس كده اعرف لي الاثنين دول، popular with famous for. صعبة دي؟ تمام. الاثنين على الجزء اللي وراه. المشكلة التانية اللي بتواجهني في العربي وبتتكرر كتير جدا في أسئلة إعدادي بالذات، إيه هي؟ لما بساعد حد أنا بقول إيه؟ help. طيب جالنا من كذا سنة في امتحانات الإدارة عندنا، يعني الإدارات عموما، إن help بتاخد وراها نقط. يعني مثلا أقول لك help mom dots مثلا the housework، بساعد ماما في شغل البيت، وجاب لي تحت اختيارات ان ولا اون ولا ات ولا ويز ولا باي، اي حاجه، جاب لي اختيارات كتيره تمام. الطالب الغلطه الثانيه زي دي، الغلطه الثانيه انا بساعد ماما في شغل البيت، تك يقوم اختار لي ان. غلط، مش هتيجي معاك ابدا بالعربي. امال يا ميس هيلب بتاخد وراها ايه؟ هيلب بتاخد وراها ويز مش ان. اوعى تغلط الغلطه دي، وموجودة عندي في المنهج كتير. help with دي، help somebody with، help my father with. خلي بالك انت بتلخبط في help. اللي شبهها برضو بتعك فيها ايه هي؟ afraid يعني خائف، اخت frightened يعني خائف برضو، خائف من،
تمام؟ دي بالعربي. بالانجلش سهله يا ميس، هتبقى افريد فروم. ما هي فروم يعني من، فروم فعلا يعني من، بدليل ان انا بقول لك I go from Cairo to Alexandria، انا اذهب من القاهره الى الاسكندريه، اهي فروم اهي معناها من. I learn from books، انا اتعلم من الكتب. ولكن دي برضو ما تنفعش بالعربي. لو كتبتها افريد فروم، او لو جالك تحت في الاختيارات كذا اختيار وانت ترجمتها بالعربي زي ما عملت هنا وهنا وقلت انا افريد فروم عشان خائف من، هتبقى وقعت في الغلطه الثانيه. افريد وفرايتند بياخدوا وراهم حرف الجر اوف مش فروم. ودي المشكله اللي بتواجهني بين الانجليش والعربي لما الطالب بيترجم. خلاص تمام. ايه تاني عندي؟ شوف يا سيدي، عندي في المنهج verb look بكل prepositions اللي وراه معايا. ايه هما بقى؟ ادي look. اولا look at، ينظر لحاجة، تمام؟ look for يساوي يبحث. look after تساوي care، يعتني بحد. look up معنى كلمة في قاموس، يبحث عن معنى كلمة في قاموس. تاني look at، انت طالب والميس في الفصل عايزة تلفت نظرك للبورد فتقولك ايه please look at the board. look at توجه نظرك في اتجاه معين. طب look for، يبحث I'm looking for my keys، يعني المفاتيح راحت فين. تمام. look after يعتني بحد، I'm looking after my sister، يعني انا بعتني باختي. طب look up يبحث عن معنى كلمة في قاموس، خلي بالك look up معناها يبحث عن معنى كلمة في قاموس. تمام؟ تمام. طيب ايه تاني حروف جر ممكن تواجهني؟ عندك اختلاف كده، اولا الفرق بين ان وات في الاماكن، يجيبها لك بقى في اي شكل، يقول لك arrive in، يقول لك stay in، يقول لك arrive at، يقول لك stay، اي حاجه بقى معها in او at، arrive in arrive at stay in stay at. يعني المهم ايه ان بعد كده في الجزء اللي ورا ده بيجي لي مكان. تمام. بيجي لي ايه؟ مكان. ايه الفرق بين in و at؟ at يصل الى مكان اصغر من in، بمعنى arrive in و at بالذات بتجيلي مع ايه؟ بتجيلي مع مدينه وحاجه جوه المدينه. مش فاهم يا ميس. arrive in plus مدينة، اسم المدينة نفسها. arrive at مكان في المدينة. برضو يا ميس مش فاهم. هقولك انا مثلا جيت بالطيارة بطلب اي حاجة، فهقولك I arrived in Cairo، قاهرة. بص كده arrive in جه وراها ايه؟ اسم مدينة. تمام. طب انا وصلت القاهره ورحت قعدت في اوتيل، هقول لك اي ارايفد، مش ان بقى، الاوتيل ده جزء من المدينه، فهقول لك اي ارايفد ات ذا هوتل، ات مش ان عشان جزء من المدينه. ونفس الكلام ستي ان ستي ات، نفس النظريه كده، لان الطالب ما بيعرفش امتى يفرق بين ان وامتى يفرق بين ات. تمام. الجزء اللي وراه في المنهج جود، مالها جود؟ ايه مشكلة جود؟ عندي جود فور وجود ات وجود تو، ما هو الفرق بينهم؟ جود فور انا بتكلم على حاجة مفيدة، جود ات انا بتكلم على شخص شاطر في حاجة، good to معناها شخص بيعامل حد بشكل جيد، يعني نقدر نعتبره طيب kind. مثال مثلا مثلا لو قلت لك ايه fresh juice، اللي هو العصير الطازج يعني. تمام. fresh juice is good for you، الجملة دي معناها ايه؟ معناها ان شرب العصير الطازج مفيد ليك، هيلث يعني، حاجة صحية. تمام؟ تمام، دي جود فور، مفيد لحاجة. تمام؟ لو حد جه قال لي إيه؟
I stopped smoking. بطلت تدخين. هقول good for you. كويس احسن لك. تمام؟ طب good at. good at يعني شخص شاطر. شخص شاطر clever. يعني مثلا اقول لك ايه؟ he is good at learning languages. languages شاطر في تعلم اللغات. شخص شاطر في تعلم اللغات. good at وخلي بالك at واخد وراها بص ing. هو في قاعده في الانجليش عموما انت لازم تعرفها، حروف الجر في الانجليش لو جه وراهم verb اللي هما ان وان وات وفور وويز وكل الكلام ده، لو جه وراهم verb بياخد ing. تمام؟ فبص انت هنا he is good at learning languages يعني شاطر في تعلم اللغات. هنا good at معناها شخص شاطر clever. تمام؟ طيب good to. good to معناها طيب او عطوف. she is good to us. good to us يعني بتعاملنا كويس، يعني بتعاملنا معامله جيده. تمام؟ دي اكتر prepositions ممكن تكون جات لي في كل اليونتات بترتيب اليونتات كده اللي ممكن تكون تواجهنا في المنهج. في جزء تاني برضو يعني هنكمل على الجزء ده بالحاجات اللي ممكن التكات اللي ممكن تقف معايا في المنهج، بس احنا مبدئيا فهمنا وصلت المواصلات امتى ان وامتى اون وامتى باي وامتى قاعده باي بتتكسر وازاي بستخدم ان واون وليه على اساس ايه. تمام؟ عرفنا ان اون بتيجي مع الايام واون بتيجي مع وسائل التكنولوجيا. عرفنا ان popular with هي famous for. عرفنا غلطه help اللي بتجيلي في امتحانات كثيره جدا والطالب يغلط فيها وبيكتبها ايه لانه بيترجمها بالعربي. نفس الكلام افرض وفرايتند ما تترجمش بالعربي. look بيجي معاها كذا حرف جر حسب معناها في الجمله او استخدامها. look at ينظر لحاجه. look for يبحث. look after يعتني. look up يعني يبحث عن معنى كلمه. ان وات الفرق بينهم لما بيجوا بعضهم مكان. إن يصل إلى مكان كبير، آت يصل إلى مكان أصغر. تمام؟ زي arrive بيجي بقى قبلهم verb arrive. stay المهم يعني إن هم إيه؟ مدينة ومكان في مدينة. I arrived in Cairo at the hotel. عرفنا good واستخداماتها. good for مفيد. good at حد شاطر في حاجة. good to شخص بيعامل الناس بشكل طيب. نقدر نقول عليه شخص عطوف أو كريم أو طيب كده يعني. تمام؟ ده اكتر prepositions الطالب ممكن يعمل فيهم مشكلة او بيبقى فيهم بالفعل مشكلة اثناء الحل. دي اكتر حاجات شفناها بتحصل يعني فيها مشكلة. يا رب نكون جمعناها بشكل كويس. تمام؟ هنكمل الجزء الثاني. اهلا بيكم في الجزء الثاني من تكملة المنهج. بكرة الامتحان احنا بناخد tips بسيطة على كل unit كده الحاجات اللي ممكن تقع فيها. الجزء اللي احنا هنشرحه دلوقتي ده خاص بكلمات المنهج. زي ما قلت لك في الفيديو الاول او في الجزء الاول انت كطالب بتاخد مستوى رفيع او بتاخد انجليزي اضافي، معظم الكلمات بتاعت المنهج هتبقى فاميليار بالنسبه لك. احنا دلوقتي بقى هناخد الكلمات اللي ممكن يكون فيها مشكله اللي انت ما تعرفهاش، يعني لما تعدي عليك في الامتحان لو انت معتمد ان انت داخل انا بقى عندي انجليزي اضافي فعندي اصلا كميه معلومات فانا داخل مطمن ان اكيد مش هتجيلي حاجه غريبه عن اللي انا درستها في سنين عمري اللي فاتت الثمان سنين اللي فاتوا. لا، هو ممكن يكون ايا كان منهجك باختلاف اسامي المناهج لينك تو ذا ماكس ايا كان ام هاي ايا كان منهجك في اعدادي ممكن يكون مع كلمات زي دي ما عدتش عليك. تمام؟ هنقولها عموما. بالنسبه لليونت 1 يونت 1 في كلمات هو طبعا مجزأ يعني مجزأ كذا جزء، في كلمات ممكن تكون ما عدتش عليك زي كلمه ايه. اولا في واحده بنت بتتكلم بتقول ان عندها روتين. روتين يعني حاجه بتعملها كل يوم. روتين يومي يعني حاجه انت بتعملها كل يوم. بصحى الصبح بغسل وشي بلحق الباص بروح المدرسه برجع اعمل هوم ورك بتغدى كده، ده اسمه روتين. خلاص نظام يومي. بيقول لك ايه بقى في اليونت ده؟ اوصف لي التيبيكال داي. عموما كلمة typical دي بتيجي مع كلمة day أو holiday أو weekend. يعني إيه typical؟ typical لو أنت فتحت قاموس وحبيت إن أنت تعرف معناها هتطلع لك كلمة نموذجي. هيطلع لك كلمة نموذجي. هي مش نموذجي، هو اليوم يعني العادي بالنسبة لك أو أغلبية أيامك بتعدي إزاي؟ أغلبية الأيام بتعدي إزاي؟ أو typical weekend يعني أجازة نموذجية. يعني إيه أجازة نموذجية؟ مثلا قلت لك أنت إيه أكتر أجازة نفسك تعملها؟ تقول لي
انا نفسي يوم الجمعه اصحى براحتي وبعدين اقعد كده افطر براحتي وما يبقاش ورايا حاجه وانزل اشوف صحابي واروح المول ومش عارف ادخل السينما. ده كده تيبيكال ويك اند، ده كده ويك اند زي الفل معايا. تمام. ايه تاني واجهنا في نيوت وان؟ قال لك لازم تميز بين كلمتين كونتري وذا كونتري. ايه يعني يا ميس المشكله بينهم ازاي؟ خلي بالك ان كلمه كونتري يعني دوله، زي مصر ايجيبت از ا كونتري، مصر دوله، السعوديه كونتري، ليبيا كونتري، اليونايتد ستيتس دي كونتري، دوله. كونتري يعني دوله. طب ذا كونتري يعني الدوله، يعني ما فرقتش دوله الدوله، لا ده اختلف تاني خالص. انت عارف ذا كونتري معناه ايه؟ معناها البلد. يعني يا ميس البلد فرقت عن دوله؟ بلد مصر بلد، لا البلد تساوي الريف. يعني ايه البلد تساوي الريف؟ دي بالعاميه. يعني مثلا لو انت مثلا عندك عمال بيعملوا اي حاجه، بيكسروا سلم، بيعملوا حيطه، بيعملوا اي حاجه، تعالى كده في العيد قول له ايه يا فلان، هتشتغل ثالث او رابع يوم العيد ولا هتاجز مثلا الاسبوع الجاي؟ يقول لك لا 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 ما ينفعش ولا يا استاذ، اصل انا مسافر البلد، اصل انا مسافر البلد. معنى كده ان العامل ده راح يصيف في هاواي مثلا، مسافر البلد دي، رايح بلد تانية غير جمهوريه مصر العربيه. ولا لما بيقول لك انا مسافر البلد بيقصد بيها مسافر بلدنا الارياف، في الارياف بقى في الصعيد ايا كانت. انت بتفهم طبعا لا انا مسافر بلدنا ليه، ايا كانت بقى فريف ده اهليه، منوفيه، صعيد، شرقيه، منيا، اي حاجه. ده اللي انت بتفهمه، هو ده الفرق بين الكلمتين بالعربي زي بالانجليزي. كلمه كونتري يعني دوله، ذا كونتري يعني الريف. عارف ليه؟ لان كلمه ذا كونتري دي اختصار ذا كونتري سايد، كونتري سايد يعني الريف. فاوعى تغلط، بس مش بتجيلنا كلمه سايد. يعني ايه؟ يعني ما تعتمدش ان الجزء ده دايما هيبقى موجود، ما تعتمدش ان الجزء ده موجود. يبقى احنا كده عرفنا ان كلمه كونتري يعني دوله، لكن ذا كونتري الريف. خلاص عشان ما نعكش فيها دي. تمام. ايه تاني؟ بص يا سيدي، عندنا كلمه نيتشر ريزيرف جات لي في يونت 1. ايه النيتشر ريزيرف دي؟ المحميات الطبيعيه. ريزيرف يعني يحمي، نيتشر طبيعه، المحميات الطبيعيه. نيتشر ريزيرف المحميات الطبيعيه. يعني ايه محميه طبيعيه؟ بسرعه كده، مكان فيه حيوانات نادره او نباتات نادره او طيور نادره الدوله محوطه عليه وقايله ممنوع حد يقرب من المكان ده. زي مثلا في محميه اسمها محميه راس محمد في البحر الاحمر، اكيد خدتها في الدراسات في سنه ما من السنين يعني. خلاص ده النيتشر ريزيرف. ايه تاني؟ عندنا بقى ولد وبنت والاثنين في اخر اليونت واقفين كل واحد بيوصف اوضته عامله ازاي. طبعا في كلمات انا مش هدخل معاك فيها، بدروم ومش عارف ايه الكلام ده، بدو الكلام ده انت عارفه، الكلمات دي ممكن تكون تعمل معاك مشكله. عندي كلمه chest of drawers، لو انت فتحت اي كتاب خارجي عندك هتلاقي مكتوب ايه؟ خزانه من الادراج. ايوه يعني ايه برضو خزانه من الادراج؟ يعني ايه خزانه من الادراج؟ اللي بالعربي بنقول عليه الكومودين، هو ده الكومودين. بيبقى عباره عن ايه؟ chest of drawers، drawer drawer chest of drawers يعني حاجه فيها drawers بس كده، هو ده الكومودين، هو ده chest of drawers. عندك دولاب الهدوم واردروب. ميس مش دولاب يعني كبورد؟ انا واخد ان دولاب يعني كبورد. كبورد ده دولاب حاجه ثانيه غير الهدوم، دولاب حاجه ثانيه غير الهدوم، دولاب الهدوم اسمه واردروب مش كبورد. كبورد ده ينفع يبقى دولاب المطبخ اللي بنحط فيه الحلل والطاسات والحاجات دي، واردروب دولاب الهدوم. تمام. عندي كلمه لامب، لامب في الانجليش لها معنيين، لمبه لمبه واباجوره، الاثنين اسمهم لامب. تمام. عندي كلمه كاربت اللي هي سجاده، الصغير بتاعها اسمه رج، الصغير بتاعها اسمه ايه؟ رج. ايه بقى الرج دي؟ الرج دي اللي احنا بنقول عليها بالعربي اللي هي المشايه، يبقى الكاربت اللي هي السجاده، انما الرج اللي احنا بنقول عليها بالعربي المشايه، اصغر شويه. تمام. عندي ايه تاني؟ عندي كلمه كيرتشنز، الكيرتشنز اللي هي ستاير، وعندي كلمه كوشنز، الكوشنز اللي هي المخده، المخدة الصغيرة اللي احنا بالعربي كده بنقول عليها خدادية، اللي بتبقى محطوطة فوق كرسي الصالون او الانتريه، دي الكوشنز. خلاص؟ وما اسمهاش كوشنز، كوشنز مش كوشنز. خلاص؟ والولد والبنت بقى عمالين بيوصفوا وضعهم ومش عارفة ايه وكده. البنت بتقول ان هي عندها في الحوض بيسن، البيسن في الأوضة حوض، بيسن يعني حوض، هي عندها حوض في الاوضه. هو الموضوع غريب شويه، لو يعني ايه حوض في الاوضه؟
هي عندها حوض في الاوضه، هي اتقالت كده في يونت، عندها بيسن، يبقى البيسن ده الحوض بس، الحوض بس اللي بنغسل فيه ايدينا. تمام تمام. دي ممكن تكون اكتر كلمات غتتة جت في يونت 1 بلس كام اكسبريشن كده ما يعرفهم ليه. جالي فيرب دو مع كام حاجه كده، ايه موضوع دو؟ بص يا سيدي، دو ده فيرب بيجي قبل اي حاجه لها علاقه بشغل البيت او الدراسه، اي حاجه لها علاقه بشغل البيت او الدراسه. سيبك من شغل البيت دلوقتي، يعني ايه اي حاجه لها علاقه بالدراسه؟ هلم لك كام اكسبريشن من كذا يونت ورا بعض. شوف يا سيدي، انت عندك دو اكويز يعني يؤدي امتحان او يعمل امتحان، طبعا دو ده هوم ورك اشهرهم اللي احنا اصلا متعودين عليه. وعندك دو بروجكت يعني يعمل مشروع زي مشاريع التخرج اللي بيعملوها في الكليات مثلا، بتاخد دو. وعندك دو ريسيرش يعني يعمل بحث زي اللي انت عملته السنه اللي فاتت. يبقى اي حاجه لها علاقه بالدراسه بتاخد قبلها الفعل دو مش ميك، لان خلي بالك بالعربي انت لو ترجمتها بالعربي هتلاقي نفسك بتقول ايه؟ يعمل بحث. طب ترجمها ايه؟ طب تعالى كده مثلا، يعمل مثلا كيكه، ميك كيك. طب يعمل بحث، ميك ريسيرش. ما انت بتقول يعمل في الحالتين، لا بالانجلش دو ريسيرش ميك كيك، لان في اللغه الانجليزيه من ضمن الحاجات اللي الطالب بيلخبط فيها الفرق بين دو ميك، الاثنين بالعربي يعمل او يصنع. تمام؟ فاحنا عندنا دو بتيجي مع شغل الدراسه. اوكي؟ ده كان بالنسبه لاكثر حاجات جات لي يعني كانت معايا في يونت 1. اتبقى لي بس كام حاجه كده اعرفها لي. كلمه تشاريتي، جمعيه خيريه، ممكن ما تكونش عدت عليك قبل كده. تمام؟ كلمه فولنتير، يتطوع. الفولنتير ده هو الشخص اللي يو باي نو ماني، ما بياخدش فلوس مقابل شغله في التشاريتي، زي الجمعيات الخيريه اللي بتجي لنا في التلفزيون. هو مين مثلا؟ مثلا جمعيات اكس اسمها، ايا كانت الجمعيه مش عايزين نقول اسامي، بتاخد مثلا اكل بتوزعه على الناس. كويس، مين اللي بيحط الاكل ده في كراتين؟ مين اللي بيقفل الكرتونه ويحطها في العربيه اللي هتنقله؟ مين اللي بياخده من العربيه اللي هتنقله ويوزعه على الناس في ايديها يقدها لها كده؟ ناس بتاخد فلوس ازاي؟ ده عمل خير. دي الناس دي اساسا عندها مشكله في الاكل، كمان هناخد منهم فلوس عشان نوصله لهم؟ طب يبقى احنا عملنا ايه؟ فالناس اللي بيعملوا كده بيبقوا متطوعين. يعني ايه متطوعين؟ يعني بيعملوا الكلام ده فور فري بلا مقابل، فدول اسمهم فولنتير. تمام؟ الناس بقى اللي بيتبرعوا، يتبرع يعني دونيت. دونيت يعني يتبرع. الثلاث كلمات دول ممكن يكونوا ما عدوش عليك قبل كده. تشاريتي جمعيات خيريه، فولنتير يتطوع، دونيت يتبرع. خلاص؟ تمام؟ نقسم كده عشان بس ايه نكمل شرح. بالنسبه ليونت 2 ايه اللي ممكن يكون عدى عليا؟ بص يا سيدي، يونت 2 بيكلمني في اوله عن الناس بتعمل ايه سهرانين الساعه 3 صباحا في القاهره، بيعملوا ايه؟ مين اللي ممكن يكون سهران الساعه 3 صباحا؟ اول واحده بتتكلم دكتوره، بتقول لك انا بشتغل في مستشفى، بشتغل في التشيلدرنز وارد في المستشفى دي، فمضطر اسهر. الوارد اللي هو جناح الاطفال، جناح الاطفال يعني الدور بتاع طب الاطفال، يعني الدور اللي فيه اطفال عيانين، مش جناح في اوتيل، جناح الاطفال زي ما بنقول كده قسم الاطفال، او يعني قسم ما تترجمش قسم، بس انا العربي بنقولها قسم الاطفال. واحده دكتوره بتقول مشتغل في التشيلدرن وورد، واحد تاني بوليس اوفيسر، بوليس اوفيسر معروفه ما فيهاش مشكله. الحد الثالث فود سيلر، بياع اكل، بيقف بالطول كده في الاكل في الشارع يجيب الاكل ويوزعه على الناس الصبح بدري وهم نازلين اشغالهم، فبيضطر يبدا يقف في مكانه من الساعه 3 4 صباحا عشان الناس بتبدا تيجي قبل ما تروح شغلها الساعه 5 الساعه 6 الساعه 7، بيبداوا يروحوا يفطروا عنده او ياخدوا منه سندوتشات او حاجه قبل ما يروحوا ايه اشغالهم. فده كان بدايه اليونت. خلاص كملت اليونت بقى، في ناس بتكمل وقت فراغها، قال لك في ناس بتاخد راحه الارت سكول، ارت سكول دي مدرسه الرسم. اوكي؟ ارت سكول بياخدوا حاجه اسمها كاليجرافي. ايه الكلمه الغريبه اللي احنا عدت ايه ده؟ ايه يا ميس دي؟ كاليجرافي هو فن خط الايد، مش خط الايد، الفن الخط. عارف انت فكره الخط الكوفي
اللي هو بيتكتب كده بالعربي الحروف فوق بعضها كده، يعني بيكتبوا بيه الايات القرانيه اكتر، هو ده الكاليجرافي. في ناس بتروح عشان تتعلمه كده، بس تتعلم طريقه الخط دي. الرسامين اللي بيرسموا كلمات كده لازم يتعلم الكاليجرافي، مش هكتب لك الكلمه عادي كده زي ما انت بتكتب على ورقه، لا طبعا، فين الفن اللي في الموضوع؟ تمام. فكلمه كاليجرافي ممكن تكون كلمه جديده عليك. واحد تاني راح يتعلم الساين لانجويج. الساين لانجويج هي لغه الاشاره، دي مين اللي بيتعامل بيها؟ الديف بيبل، الناس ما بتسمعش. لغه الاشاره اللي بالايد، اللي انت بتقول فيها حروف بالايد عشان تقدر تجمع مثلا اسم اللي قدامك يفهم انت بتقول ايه. اوكي. في بقى حاجه معلومه لازم تعرفها، ساين لانجويج بتاخد قبلها فيرب اسمه تيك اب، مش ليرن، تيك اب. طب ليه مش ليرن؟ ليه مش ليرن؟ طب انا بقول ليرن عربيك، بقول ليرن انجلش، اشمعنى ما بقولش ليرن ساين لانجويج؟ الاربيك والانجلش لغات انت بتتعلمها، انما الساين لانجويج انت تيك اب، لان ده حاجه زي الكورس مش لغه. خلي بالك ان الساين اب دي لغه الاشاره، انت ممكن تتعلمها كامله في 3 ايام. انهي لغه بتتعلمها كامله في 3 ايام؟ فانا بقول تيك اب على اساس انها زي كورس كده، مش لغه لغه يعني، مش متبحره قوي زي بقيه اللغات. خلاص، فبقول تيك اب. يبقى انا عندي يونت 2 ناس بتبدا تاخد ايه كورسات او حاجه. خلاص، في ناس هتتعلم السوينج على السوينج ماشين، واسمها سوينج ماشين مش سيوينج ماشين، اسمها سوينج ماشين. خلاص، سوينج ماشين اللي هي مكنه الخياطه، بيتعلموا عليها الخياطه. خلاص، من ضمن الكلمات اللي جات لي في ميل برضو كلمه تمبراري. يعني ايه تمبراري؟ مؤقت، حاجه مؤقته، عكسها كلمه بيرمننت يعني دائم. ايه تاني جالي في اليونت؟ قال لك شوف يا سيدي، عرفنا الوورد والارت سكول والساين لانجوج، ما كتبناش الفود ستول اللي هو الشخص اللي عنده عربيه في الشارع ماشي بيها، وعرفنا الناس اللي بتتعلم الساين لانجوج، وعرفنا كلمه سوينج ماشين، وعرفنا كلمه تمبرري يعني مؤقت. في بقى حاجه ثانيه، في ناس اخذوا صوره في حته اسمها الازهر بارك في ايجيبت، في كايرو. الازهر بارك دي جنينه كبيره زي المنتزه كده عندنا في اسكندريه، بس موجوده في القاهره، في حته اسمها الدراسه، جنينه كبيره كده. فمن ضمن الصوره بيظهر باك جراوند، ميس كلمه باك جراوند احنا عارفينها، باك جراوند يعني خلفيه، انا الباك جراوند هنا عندي لونها اسود. تمام، كلمه باك جراوند عكسها فور جراوند، يعني الاماميه، يعني الناس اللي ظاهره في الوش. الناس دول الناس، يعني مثلا ناس متصورين كده وراهم جنينه، الناس اللي متصورين، الناس اللي واقفين كده، دول فور جراوند، الجنينه اللي وراهم دي الباك جراوند. خلاص، اوكي. يبقى عشان جاء سيره ان ناس بتتصور في مكان وكده. خلاص، من ضمن برضو كلمات اليونت قال لك انا رحت الجنينه واتصورت فور جراوند وباك جراوند، وكان معايا ماي إلدست سيستر. طالب بقى يجي لي، ميس في غلط في الكلام ده، اقول له ايه الغلط؟ يقول لي ميس كاتب إلدست، يعني الكلام ده غلط، المفروض تبقى أولدست، مفيش حاجه اسمها إلدست، هو مكتوبه غلط دي ولا ايه؟ اقول له لا، هي مكتوبه صح، هي مكتوبه صح مش غلط. امال ايه ميس؟ ما احنا طول عمرنا واخدينها اولد، ايه اللي مكتوبه دي؟ بص يا سيدي، اولد دي انت بتقارن بين اي حاجتين او اي اتنين بني ادمين بلفظ اولد. وخلي بالك ان اولد تنفع لبني ادم واشياء. تمام؟ يعني ممكن اقول لك ان مثلا الاوبجكت اللي في الميوزيوم دي اولدر ذان مثلا الحاجات اللي يوها في ذا فالي اوف ذا كينجز. يعني الحاجات اللي في المتحف اقدم من الحاجات اللي يوها في وادي الملوك مثلا، اقدم، اولدر. تمام؟ لان اولد بتدي معنى سن، وتدي معنى حاجه قديمه، شيء، ترابيزه، كرسي، اي حاجه. خلاص؟ طب ايه بقى الايه؟ كلمه اولد، اولدر، اولدست في كله ما عدا المقارنه بين الاخوات، بتبقى إلدر وإلدست، مش اولدر ولا اولدست، بتبقى إلدر وإلدست، عشان ما تفتكرش نفسك تقراها غلط، ومحدش يقولك هي كده، لا هي مش هي كده. المقارنه بين الاخوات مش بستعمل اولدر واولدست، بستعمل او تبقى ايه، وهي مش مكتوبه غلط، هي كده صح. تمام؟ اوكي؟ في مشكلة لحد كده؟ أتمنى إن ما يكونش إيه؟ في مشكلة. يلا بينا. يونت 3. يونت 3 بدأ يقول لي بكلمة شاريتي ورك، وإحنا عارف إن شاريتي ورك ده شاريتي وركر، الشخص اللي شغال في المنظمة الخيرية أو الجمعية الخيرية، المؤسسة الخيرية، أي حاجة.
عندي العالم ساينتست معروف، عندي كلمة سيرجن. السيرجن ده حضرتك اللي هو الجراح، وبيجيبه لي في كتاب المدرسة ان هو الشخص اللي cut into your body and see، ويبص بيفتح جسمك ويبص، ده الجراح، ده تعريفه. عندي كلمة سبورتس كوتش. سبورتس كوتش معروفة من سبورت مدرب رياضة، يعني معروفة اكيد من سبورتس انها مدرب رياضة، سبورتس كوتش. احنا بنقولها بالعربي الكوتش، الكوتش قال لي لازم تتمرن مش عارفه ايه، هي دي، بس احنا عملناها طبعا بالعربي، حطينا التاتش بتاعنا. خلاص، ايه تاني عندي؟ بما ان انا جبت سيره السيرجن اللي هو الجراح والحاجات دي، عندي كلمه انفكشن، ودي معناها عدوى، يعني مرض كورونا فيروس ده بيجي عن طريق الانفكشن، او بيقول لك ايه، ينتقل الفيروس من الشخص المصاب الى الشخص السليم عن طريق رذاذ اللي مش عارفه ايه ويقعد يكلمك. ينتقل من الشخص المصاب اللي هو الانفكتد بيرسون، لان كورونا فيروس ده حد جاله كورونا، يعني حد جاله انفكشن بكورونا فيروس. انفكشن يعني اصابه. وخلي بالك ان دي بتفرق عن كلمه بيرن اللي جات لي في نفس اليونت، يعني حرق، وكات اللي برضو جات لي في نفس اليونت، وجالي كلمه عليها في كتاب المدرسه جمله بيقول لك مش عارفه علي وقع من على البايسكل بتاعته فحصل له كات ان هيز هاند. كات ولا بيرن ولا انفكشن ولا كلمه كمان؟ طبعا الحل هو كات، محدش بيقع من على العجله بيحصل له اصابه، لان الطالب بيترجمها بالعربي اصابه، اصيب يعني اتعور. كات دي اتفتحت. انفكشن يعني اصابه بفيروس او ببكتيريا زي كورونا فيروس اللي بيجي له مش عارف التهاب في ايه، ده اصابه. تمام، ده الفرق بين الثلاثه، وخلي بالكم بيقولنا كتير جدا. اوكي، وبالمناسبه دي برضو جات لنا كلمه بامب على اساس ان الهارت، الهارت بامب بلاد اراوند ذا بودي، بامب اراوند دي معايا. تمام، جات لي كلمه بامب اراوند وجات لي كل الكلام ده. ايه تاني؟ اخر كلمه جات لنا مالهاش علاقه بالمجموعه اللي فوق دي بس هنعرفها، وجات لنا تاني في يونت 6 مكرره معايا، كلمه ناتشرال ديزاستر، وجالنا عليها مثال الايرث كويك اللي هو الزلزال، اللي هو الزلزال. خلاص، نفهم بقى ايه الناتشرال ديزاستر دي؟ كارثه طبيعيه، زلزال، بركان، تسونامي، ده ناتشرال ديزاستر. اللي جالنا في كتاب المدرسه هو الايرث كويك، ده المثال اللي جالنا في كتاب المدرسه الايرث كويك. فده يعني احنا سو فار ملتزمين بكتاب المدرسه. يونت 4 يونت 4 بقى بيكلمني عن ايه؟ يونت 4 فيه معلومات كتيره جدا، جايب لي كل مدينه، مدينه ليبيا مش عارفه فيها ايه اثار، والاردن فيها ايه اثار، ومصر واليونان ومش عارفه روما واثينا، وجايب لي اثار في كل حته من انحاء العالم. السؤال اللي الطالب بيساله، ميس هو انا هفهم يعني لازم احفظ ده موجود في اي بلد؟ يعني سالني على، ممكن يسالني على الاثر ويقول لي ده في انهي بلد؟ لا، بس لازم تعرف اسم الاثر، يعني لازم تعرف ان الاثر ده اسم اثر مش اسم اي حاجه ثانيه. تمام، وبيقول لك من ضمن بقى الفوكاب كلمه رخمه قوي، كلمه الروينز. الروينز دي الاطلال، الاطلال ما تبقى من الاثار، الاطلال. ايه الاطلال؟ خلاص، الاطلال اللي هي اتبقت من الاثار، يعني مثلا احنا عندنا في مصر كانوا بينقلوا القدماء المصريين، طبعا بينقلوا مسله، المسله اللي هي اوبليسك، المسله عارفين المسلات، المسله دي اللي بتبقى عمود بالطول كده مدبب كده من فوق، معمول كده 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 اهو، ونازل كده 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 كده، وزي كده مقسوم كانه سكويرز كده ومتقسم كده سكويرز ومكتوب عليه بالهيروغليفيك، الهيروغليفي. تمام، جايبينها كانوا قدماء مصريين في موقع كده في الاسره في اسوان، في مسله مكسوره كانوا قدماء مصريين بيحاولوا ينقلوها واتكسرت منهم، فاحنا جينا عملنا عليها كده سور وبدانا يعني نخليها موقع اثري. المسله اللي اتكسرت دي اتحولت روينز، اطلال. خلي بالك عندنا في اسكندريه معظم الاثار اليوناني الروماني اتحولت لاطلال، في منها اللي اتردم،
في منها مثلا اللي جه زلزال كسره زي مثلا فنار اسكندريه اللي وقع في البحر بالكامل قدام قلعه قايتباي، وتماثيل وحاجات بقت روينز، بقت اطلال، مدينه كامله غرقت، مش عارفه اثار ايه في كوم الدكه مش عارف حصل لها، ضربها مش عارف بولدوزر غلط ولا ايه هم بينقلوا مش عارف ايه، كسرت. ده كل اسمه روينز. روينز يعني اطلال، بقايا، عشان لو جات لك. ايه تاني في الكلمات؟ قال لك كانوا دايما الفراعنه الفيروز بيعملوا الانترنسز بتاعتهم على شكل ارش. ايه الارش ده؟ قوس. قوس. على فكره احنا بنعمل كده لحد دلوقتي. تلاقي مثلا نفسك داخل قاعه فرح يعمل قوس كده، بلالين بلالين بلون 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 بالقوس. الفكره دي يعني دي ثقافه عموما عند بني ادمين. داخل مثلا عيد ميلاد قوس ومكتوب عليه اسم الشخص وفي قوس بالبلالين بالجليتر باي حاجه بقى. ففكره ان الانترنس المدخل يبقى فيه ارش دي لازم تفهمها، لان جالنا ده في كتاب المدرسه، السؤال ده جالنا في كتاب المدرسه. قالك ان الانترنس مثلا از ذا شيب اوف وتحت اختيارات كذا 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 كذا، ومن ضمنهم كلمه ارش. طبعا الطالب اللي هو يعني اختار ايه؟ يعني مش فاهم هم عايزين ايه؟ يعني ايه علاقه الانترنس بالارش؟ لا هو مجرد شكل فاميليير عندنا ان احنا بس بنعمل الانترنس على شكل ارش بس مش اكتر. خلاص؟ ومن ضمن الكلمات اللي جابها لنا كلمه جات لنا في نماذج الوزاره. معلش هعملها بقى بلون تاني. كلمه سنات. ايه ده؟ ايه الكلمه دي؟ طب ما خدتهاش. عارف السنات دي ايه؟ دي كلمه دي اساسا دي جيم لعبه، لعبه زي كره القدم. جيم فيها شبه من الشطرنج، كانت عباره عن 30 سكويرز ليها مدفونه مع قدماء المصريين في المقابر بتاعتهم. قدماء المصريين كانوا بيدفنوا كل حاجه خاصه بيهم في المقبره مع الشخص اللي بيموت. فمن ضمن الحاجات اللي لقيوها لقيوا حاجه متقسمه 30 مربع وفيها زي حجاره كده او حصى على اشكال حصان وكده. الناس استنتجوا ان ده شكل بدائي لما يعرف الان بلعبه الشطرنج اللي هي التشيس. فلما جت لنا في نماذج الوزاره كلمه سنت، الولاد ما فهموش السنت دي. تحت بقى جاب لك بص بقى الخدعه، كاتب لك سنت كونسيست اوف 30 وتحت سكوير وستون ومش عارف. لو انت مش عارف السنت دي ايه هتختار غلط. السنت دي لعبه 30 سكوير شبه الشطرنج، كانت عندي في نت فور. خلاص؟ اوكي. المشكله الثانيه قال لك في بلد اسمها السنغال في افريقيا جنبها بلد اسمها جامبيا. اوكي. الناس زمان زمان عملوا ايه؟ في حاجه ظاهره كده يعني العلماء لحد دلوقتي مش فاهمين يفسروها ازاي. لقيوا ايه؟ لقيوا ستونز محطوطه في شكل سيركل سيركل، يعني مثلا 7-8 ستونز كده شكل سيركل، بعدها مثلا ب 2-3 كيلومتر نفس الدوائر، بعدها ب 2-3 كيلومتر نفس ممتده كده لمسافه قد ايه بقى؟ 350 كيلومتر بين البلد دي والبلد دي. فهي تعتبر في حته اسمها سينيجامبيا. جت منين سينيجامبيا دي؟ عشان شفتها في الامتحان. ما ايه ده؟ سنغال سنغال وجامبيا بقت سينيجامبيا، يعني كان مثلا ايجيبت وليبيا خليتها ايجيليبيا مثلا، نفس الفكره كده. مصر جنبها ليبيا، كاني مثلا سميت الحدود المصريه الليبيه ايجيليبيا. خلاص؟ نفس الفكره كده. طب ايه اللي جاب سيرتها في المنهج؟ اعرف بس موضوع الستونز اللي لقيوها ممتده لمسافه 350 كيلومتر بين السنغال وجامبيا. مش فاهمين الناس القدماء يعني الفرق بين اول ستونز اتعملت واخر ستونز خالص على مسافه، يعني بين اول جزء وبعد 350 كيلومتر ليه الفرق بينهم حوالي 1700 سنه. بين اول دايره ستونز اتحطت في الارض واخر دايره ستونز اتعملت عن طريق تحليل الستونز بقى بتوع علماء الاركيولوجي اللي بيعملوا الحاجات دي، لقيوا بينهم حوالي 1700 سنه. فمش فاهمين ايه الهدف لحد دلوقتي، مش عارفين ايه الهدف منها. شافوا تحتهم قالوا يمكن مقابر، لقوا تحتهم مفيش حاجه، الدنيا فاضيه، مفيش حتى اثار لجثث او حاجه، مفيش. يعني سيركلز كده ستونز وبعدين 2-3 كيلومتر، سيركل كده من الستونز وبعدين وهكذا لمسافه 350 متر كيلومتر. مش فاهمين لحد دلوقتي ايه ده؟ دي موجوده فين؟ في الحدود بين السنغال وجامبيا، بس عرف لي المعلومه دي عنها، هو ده اللي اتقال عنها في يونت 4. خلاص؟ تمام. اوكي؟ اخر حاجه يونت 4 بس كان جاب لي كلمه انجريدينتس، اعرفها لي. ايه الانجريدينتس دي؟ المكونات. اكيد قاعدين قدام سي بي سي سفره.
تيجي عند قناه سي بي سي سفره ينزلك مثلا طريقه عمل مش عارفه الكيكه بايه، المقادير تنزل على جنب الشاشه، كيلو دقيق، 2 كيلو زبده، مش عارفه 3 ايه، 4 ايه، بيكنج باودر، دي اسمها انجريدينتس اللي بينزلها لك على الجنب دي عشان تعمل بيها الاكله. خلاص ده بالنسبه ليونت 4، ودي بالنسبه للكلمات اللي ممكن تكون غلسه في يونت 4. يونت 5 بص بقى هنكتبه فين. يونت 5 كلماته بسيطه جدا. يونت 5 في حاجه اسمها random acts of kindness. يعني ايه random act of kindness؟ random act of kindness يعني تصرفات للطيبة عشوائية. ايه ميس اللي انت قلتيه ده؟ تصرفات للطيبة عشوائية يعني ان الانسان يعمل مواقف طيبة او موقف كويس مع حد من وقت للتاني حد هو ما يعرفوش. يعني مثلا بشكل عشوائي، يعني بشكل غير مخطط. يعني مثلا انت مثلا طالب ماشي في الشارع او طالبه ماشيه في الشارع، لقيت حد كبير في السن شال شنطه تقيله ومش عارف ايه يمشي وبيجرها، وانت مروح بيتك رايح درس نازل رايح لزيارة اي حاجه، عن اذن حضرتك تحب اشيل لك مثلا الشنطه دي لحد بيتك؟ اه معلش شكرا يا ابني. تقوم شايل الشنطه موديها لحد بيته. لكن مثلا مواصله ولقيت حد كبير جاي بتقوم وتقعده. ده اسمه random acts of kindness، حاجه بتحصل غير مخططه مننا، بس احنا بنعمل تصرفات طيبه من وقت لاخر بشكل غير مخطط. بس كده وده اللي عايزك تعرفوه يعني الوان ده. تمام؟ لان ده يونت كده كامل بيكلمني عن الكلام ده. خلاص؟ الكلمه الثانيه اللي في يونت 5 ممكن تكون غلسه عليك كلمه boarding school. ما هي البوردنج سكول؟ المدرسه الداخليه اللي الطالب فيها بيقعد ايام الاسبوع كلها بايت في المدرسه، بياكل ويشرب ويذاكر وينام في المدرسه ويروح بيته اخر الاسبوع. طب هو في مدارس كده؟ اه طبعا، مدارس اللي هم المكفوفين الديف بيبل والبلايند بيبل اللي في مصر، المدارس دي معظمها الطلبه بيقيموا فيها. في مدارس قليله اللي بيروحوا الطلبه، مدارس الستيم سكول اللي هي انت ممكن تخشها بعد ثالثه اعدادي، اللي هي مدارس المتفوقين او المتقدمين معظمها بوردنج سكول، بتقعد في المدرسه الاسبوع كله بتروح بيتك اخر الاسبوع بس خميس وجمعه، ترجع المدرسه ثاني السبت او جمعه وسبت وترجع ثاني السبت بالليل او لحد الصبح. هي دي البوردنج سكول. دي اللي ممكن تكون يعني الكلمات يعني الغلسه اللي في يونت 5. تمام؟ مفيش اي حاجه ثانيه في يونت 5 تتقال. هنكمل يونت 6 يا ولاد. يونت 6 بيكلمني عن الطاقه والتغيرات المناخيه والحاجات اللي ممكن تواجهنا في المستقبل لو يعني درجه حراره الارض استمرت بالارتفاع. اولا انا عندي حاجه اسمها كلايمت تشينج. كلايمت تشينج هو كلمه التغيرات المناخيه. ايه اللي بيحصل؟ درجه حراره الارض بترتفع نتيجه لحاجه اسمها الجلوبال وورمنج، ودي كلمه برضو علينا، اللي هي ظاهره الاحتباس الحراري. جلوبال وورمنج هي ظاهره الاحتباس الحراري اللي هي ارتفاع درجه حراره الارض بسبب اسباب كثيره بقى مش هندخل فيها ايه دلوقتي عشان تاخد مننا وقت. المهم يعني في اليونت ده بيعرض لي كلمتين دول جنب كلمه كلايمت تشينج، بيعرفني الفرق بين كلمه كلايمت وكلمه ويذر، ودي حاجه لازم تعرفها. ايه الفرق بين كلايمت ويذر؟ الويذر الطقس، الكلايمت المناخ او المناخ، انا مش عارفه هو اسمه ايه بس هو المناخ يعني. تمام؟ ايه الفرق بينهم؟ هو ببساطه الويذر بيكلمني عن حاله الجو في شورت بيريد اوف تايم، يعني الفتره قصيره، يوم يومين اسبوع بالكثير، يقول لك على اخر الاسبوع في مطره، اخر الاسبوع في شمس، ده الويذر. الكلايمت بيكلمني عن حاله الجو على المدى البعيد. يعني مثلا ايه؟ لما مثلا تجي لي نشره الاخبار تقول لي ايه؟ الصيف اللي جاي هيبقى اكتر صيف حر من 30 سنه على وجه الكره الارضيه، لان مش عارف الثلج اللي في القطبين حصل له ايه؟ انت بتتكلم عن فصل الصيف كامل، فصل الصيف ده 3 شهور كاملين. 3 شهور، يبقى انا كده بتكلم على كلايمت مش على ويذر. الويذر ده اخره اسبوع 10 ايام، ده اخره انا اقول لك حاله الجو وذن الفتره القصيره دي. انما الكلايمت ده حاله الجو على مدار بعيد. فالفرق في الوقت بس بين الكلمتين، بين كلمه ويذر وكلمه كلايمت. جلوبال وورمنج ارتفاع درجه حراره الارض. خلاص؟ طيب نتيجه لارتفاع درجه حراره الارض ايه المشاكل اللي ممكن تواجهني؟ ايه هي المشاكل اللي ممكن الاقيها؟ قال لك خلي بالك ممكن يحصل فلود. فلود قريب من اسمه بالعربي فيضان. فلود فيضان. خلاص؟ ده لو درجة حرارة الأرض عليت والثلج بقى اللي في القطب الشمالي والجنوبي مش عارف ساح وإيه، الأنهار هتعلى، البحر هيعلى، النهر هيعلى، المدن هتتغرق، هيبقى في حاجة زي فلود.
اول لما الدنيا بتشتي كتير بيحصل فلود في مدن الصعيد، ليه؟ نهر النيل بيرتفع فالارض اللي حواليه بتتغرق. خلاص عكس بقى فلود خالص، الكلمه اللي عكسه دراوت. الدراوت اللي هو الجفاف، الدراوت اللي هو الجفاف ندره المياه، وفلود اللي هو الفيضان. خلاص دراوت الجفاف، دراوت ده بيحصل لما بيكون فيه نورين، او يقول لك السنه دي ات هاردلي رينز، يعني يا دوب ما بتشتيش، يعني هاردلي دي يعني ما فيش، نيفر يعني. خلاص يبقى انا عندي كلمه كلايمت تشينج، ارتفاع اللي هي التغيرات المناخيه بسبب الجلوبال وورمنج، ارتفاع درجه حراره الارض بينتج عنها فلود، دراوت، فيضانات، جفاف كده يعني. خلاص جالي تاني كلمه مونيومنتس. المونيومنتس اللي هي الاثار. طب ايه علاقه المونيومنتس بكل اللي تلفوق ده؟ ده حاله جو. ايه علاقه المونيومنتس؟ بيقول لك الاثار بتتاثر بدرجه حراره الجو. يعني مثلا لما بيحصل فيضان، احنا حصل عندنا قبل كده في نهر النيل كذا مره في معبد كده كان زمان موجود جنب نهر النيل على طول، كان قدماء المصريين بانينه كده، هم بانينه كده، فكان بيحصل فيضان في العصور الحديثه بقى كان المعبد ده بيغرق، وطبعا دي اثار فبتبوظ، فجت منظمه اليونسكو نقلته لمكان تاني طبعا عشان ينقلوا اثر، دي حاجه صعبه خصوصا لو بحجم معبد. فبيقول لك ان المونيومنتس بتبوظ بتغرق، المقابر بتاعت قدماء المصريين والحاجات دي لما بيجي عليها ميه كتير او كده ممكن تغرق، دي تعتبر مزارات سياحيه وبيخلوا زي ما هي مثلا المقبره مكانها الناس بتدخلها بسلم كده، لو جه فيضان ولا حاجه الحاجات دي بتغرق، عشان كده جات لنا الكلمه دي وسط اليونت ده. تمام. من ضمن الحاجات اللي لازم نحافظ عليها برضو الكورال ريف، دي كلمه ممكن تكون جديده عليك. ايه الكورال ريف ده يا ميس؟ ده الشعاب او الشعاب المرجانيه اللي موجوده اكتر في البحر الاحمر، هي اصلا تقريبا ما فيش في البحر المتوسط، هي موجوده في البحر الاحمر. تمام. الكورال ريف دي الشعاب المرجانيه دي بيحصل لها نظريه التخريب من الغواصين، الناس نفسها بتاخدها وبتبيعها. يعني لو انت مثلا رحت شرم الشيخ والغردقه تلاقي ان الكورال ريف دي قاطعينها، على فكره الكورال ريف دي عامله زي الصخور حاده جدا. تمام. فبيقطعوها تمام وبياخدوها يبيعوها للسياح، فانا كده بعمل دامجنج لحاجه المفروض تبقى ناتشرال ريزيرف، لحاجه المفروض تتحط في محميه طبيعيه. بس طبعا الكورال ريف دي ممتده في السي بيت بتاع البحر الاحمر كله، الشعب المرجانيه الملونه اللي في البحر الاحمر كله ده كورال ريف. هعمل محميه طبيعيه فين ولا فين؟ هعمل البحر الاحمر كله محميه طبيعيه؟ ما ينفعش طبعا. تمام. فعندي كلمه كورال ريف دي ممكن تكون من الكلمات الجديده عليك اللي ما جيتكش قبل كده. عندي كلمه نعمل خط جرين انرجي. ايه يا ميس دي؟ يعني ايه طاقة خضراء؟ طاقة خضراء يعني مصادر طاقة صديقة للبيئة. ميس يعني ايه مصادر طاقة صديقة للبيئة؟ يعني ايه مصادر طاقة صديقة للبيئة؟ يعني مثلا الطاقة الشمسية دي مش بتضر البيئة في حاجة، السولر انرجي ده مصدر طاقة صديق للبيئة. يعني لما تكون حاجة مثلا شغالة بالطاقة الشمسية بتضر البيئة في ولا حاجة، الالكتريك كورز العربيات اللي هتعمل بالكهرباء اللي هينزلوها قريب، في عربيات شغاله بالكهرباء هتنزل مصر قريب. ليه العربيات شغاله بالكهرباء؟ طول عمرنا ماشيين بعربيات شغاله بالبنزين ويعني ما حدش اشتكى من حاجه. قال لك لا، العربيات اللي شغاله بالبنزين دي بتعمل احتراق للبنزين ودي ما بيضر البيئه، فاحنا محتاجين حاجه يكون فيها جرين انرجي، يعني تكون صديقه للبيئه. تمام. ده مصطلح جرين انرجي عشان لو جات لك في الامتحان ما تقولش يعني ايه طاقة خضراء؟ يعني ايه؟ يمكن طاقة حاجة لونها اخضر. فطبعا جرين انرجي طاقة صديقة للبيئة، مسمينها جرين، ما بتضرش البيئة فسموها جرين انرجي. طاقة شمسية، طاقة الرياح، طاقة الكهرباء، الحاجات دي ما بتضرش البيئة. تمام؟ زي بقى الفول والاويل والكومباستشن والحاجات اللي بتعمل احتراق والحاجات دي مش حاجات صديقة للبيئة. عارف يعني ايه جرين انرجي؟ ده يونت 6، ودي الكلمات ممكن تكون غريبه عليك. كلايمت تشينج، جلوبال وورمنج، فلود، دراوت يعني نورين، المونيومنتس الاثار، والكورال ريف اللي موجوده في البحر الاحمر، جرين انرجي الطاقه النظيفه او الطاقه صديقه البيئه زي السولر انرجي، وعندنا الالكتريك كارز اللي هي العربيات اللي بتمشي بالكهرباء. يا رب نكون قدرنا نجمع يعني كميه كويسه من الكلمات اللي ممكن تكون غريبه عليك لو جات لك، بقيه الكلمات اللي في المنهج الى حد ما انت ممكن تحلها لوحدك ما فيش اي مشكله ثانيه. ان شاء الله نتقابل في سيشن تاني، ويا رب بالتوفيق لكل اولادنا.